أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبر الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل أي انتهت، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني أن يأخذ قرضا إلى حين تأتي الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث أيضا إضافة لرواية الحاكم له، فقد جاء في المسند من حديث أبي داود، وصححه أيضا أبو الحسن الدارقطني الإمام العالم بالعلل والحديث رحمة الله عليه. هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على أن الحيوان مما لا يجري فيه الربا، قالوا: هذا نص على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أو أمر عبد الله بن عمرو بأن يأخذ البعير بالبعيرين نسأ، فدل على أنه لا يجري فيه الربا. وأما الرواية الثانية في المذهب فإنهم يقول: نعم، لا يجري فيه الربا، لا النسأ ولا الفضل ولا الجاهلية، إلا أن يكونا متوافقين، وهو ليس من المثليات، فلذلك لا يجري فيه الربا المثليات. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنهم حملوا هذا الحديث أيضا على أن هذا جائز عند الحاجة، كما نقلنا قبل عن ابن القيم، وإلا فإن المذهب واضح توجيههم لهذا الحديث، وهو صريح في جواز الزيادة والتأخير في الحيوان لأنه ليس من الأموال الربوية. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة هو بيع الطعام بجنسه ولكنه يكون جزافا من غير تقدير. وجاء بعد ذلك تفسير المزابنة، وهذا التفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عمر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشمس الزركشي، فقد ذكر أن هذا التفسير إنما هو من ابن عمر رضي الله عنه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. قال: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يعني أن الشخص يكون عنده ثمر شجر رطب بعد بدو صلاحه، فيبيع هذا الثمر على الشجر بتمر من جنسه، كلاهما تمر، ولكن هذا تمر يابس جاف، والذي على الشجر رطب. فنحن هنا لا نعلم كم مقدار الموجود على الشجر وهو النخل، لا نعرف مقداره، فهنا فيه جهل في التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فكأن نجزم بأنهم متفاضل، فلذلك لا يجوز. هذه مسألة. قال: وإن كان كرما أي عنبا أي يبيعه بزبيب كيلا، فلا يبيع العنب بالزبيب لأن هذا يابس وذاك رطب. قال: وإن كان زرعا أي ما زال زرعا لم يحصد بعد، قال: أي يبيعه بكيل طعام أي ببر محصود جاف. قال: نهى عن ذلك كله، والسبب في النهي كل في هذه الأمور كلها هو الربا. طبعا هذا هو تقعيد الفقهاء رحمهم الله تعالى. بعض أهل العلم يقول إن النهي إنما هو لأشمل من كونه ربا، بل لأجل الغرر، فهو ربا وغرر معا. ولذلك قال الشيخ تقي الدين، وأصول المذهب أيضا توافقه، أن هذا يدل على أن بيع كل مال سواء كان ربويا أو غير ربوي بجنسه جزافا فإنه حرام. إذن هذا الحديث يدلنا على مسألتين: مسألة من الربا وهي المزابنة، وهو بيع الرطب أو الرطب باليابس فإنه لا يجوز، ومثله بيع المخروص بالمعدود بالمكيل فإنه لا يجوز، سنتكلم عنه إن شاء الله في الباب القادم. والأمر الثاني يدل على عقد من عقود الغرر، وهو بيع الجزاف، وهذا البيع الجزاف محرم إذا بيع بجنسه سواء كان مالا ربويا أو غيره، وهذه مخرجة على أصل الشيخ قبل قليل في قضية أن ربا الجاهلية يمتنع في كل الأموال. نعم. أحسن الله إليك. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا حديث سعد بن وقاص النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. وجاء في بعض الروايات عند الأثرم في السنن فلا إذن، وهذه صيغة النهي وتلك بالمعنى فنهى عن ذلك، وأما صيغة النهي فإنه قال فلا إذن. هذا الحديث يدلنا على العلة في النهي عن بيع المزابنة أنه لأحد أمرين، إما لكونه يجف الرطب فيختلف المماثلة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه لا تعرف المماثلة إذا كان الرطب على الرأس على رأس الشجر، فالنهي فيه من جهتين، لعدم المماثلة ولعدم العلم بها. بقي عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيع الكالئ بالكالئ وما يتعلق بالعرايا وبيع الأصول والثمار، فهل نقف عندها أم نستمر؟ بيع الكالئ بالكالئ شوي دقيق، فإنه ينقسم إلى 4 أقسام، ويحتاج أن نعرف كيف تكون هذه الأقسام 4: الواجب بالواجب، الساقط بالساقط، الساقط بالواجب، الواجب بالساقط، وما هي صورها؟ فما رأيكم؟ خليها أول الدرس، لأن أشوف أول الدرس الذهن صاحي والصوت صاحي، وآخر الدرس خلي الدرس القادم شيخ عبد الله كمل شيخ محمد، أو نقف. أنا أظن أشوف الإخوان يعني كنا من أكثر من واحد أن نقف أنسب إن شاء الله. أنا الحقيقة لا أخفيكم، كنت أنوي أن أنهي باب العرايا اليوم، بل كنت ناوي من الأسبوع الماضي أن أنهي باب العرايا، ولكن يبدو هذا الدرس والماضي نعيد الجملة 2 و3 في أكثر من أسلوب، هذا اللي ضيع علينا الوقت. بالعكس أفاد، أحسن الله يلك. إيه، هو توضيح أكثر صح؟ أفاد لا شك. في المقصود التوضيح، حتى وأخرنا يعني أخرنا الختم 1 أو 2 الكتاب إن شاء الله ما يضر، بس أهم شيء نصل للفائدة بإذن الله عز وجل. انتهى الدرس، في شيء يتعلق بدرس الربا؟ الربا انتهى الآن خلاص، ما بقي عندنا إلا العرايا في مسائل الربا وبيع الدين بالدين فقط. وإياك يا شيخي إسلام بجول، ما رأيك أنت؟ خلنا نمشي أنا وإياك. أول شيء، هل هو مال ربوي أم ليس مال ربوي؟ الجوال يؤكل ما يؤكل؟ هل اشترى به؟ هل فلوس نقد؟ إذا ليس مال ربوي. ما دام ليس مال ربوي فما دام فيه تقابض، لو تبيع جوال ب20 جوال يجوز، ولو كان من نفس الجودة أو تختلف الجودة، ولو أعطيته جوال ويرده لك بجوال غدا يجوز أيضا، فهو لا يتجوز إلا في حالة واحدة فقط، إذا أعطيته نفس الجوال وسيرد لك نفس الجوال مع زيادة. أعطيته جوال مثلا معاك نوكيا، فسيرد لك الشهر الجاي نوكيا وفلوس، أو نوكيا ونوكيا ثانية مثلا، هنا نقول هذا ما يجوز، لأنه ينقلب إلى كونه قرضا ولم يصبح بيعا، على الرواية الثانية. طبعا الرواية الأولى يجوز، أما لو اختلف الجودة، أعطيته مثلا جوال ورد لك جوال مختلف تماما، لو إن شاء الله 10 اليوم ولا بكرة يجوز. لا، هو فهم المسائل 4 اللي قلت لك قبل شوي توضح لك المسألة. أول ما بدأت باب الربا قلت لك 4 أشياء: أنواع الربا، علة الربا، مناط تطبيق علة الربا متى تطبق ومتى لا تطبق بالنسبة للأنواع الثلاثة، ما الذي يخرج عن الربا؟ قلنا المذهب لا يخرج شيء إلا أن ينقلب العقد، والرواية الثانية إذا انتفى وجود الفائدة ونظرنا للمقصد فإنه يوجد مخرج. إذا عرفت هذه المسائل 4 ضبطت بأمر الله عز وجل 70% من باب الربا على الروايتين. طبعا في أقوال غير هاتين الروايتين عند المذاهب الأخرى لكنها لا تكاد تخرج عنها. يعني الرواية الثانية شو يقولون؟ يقولون إن التقدير مرده للعرف، المثلية مردها للعرف. طبعا الرواية الثانية تتوسع في ضابط المثلية. إحنا نعرف أن المشهور مذهب أن المثلية لا بد لها من 3 قيود: القيد الأول لا بد أن يكون مكيلا أو موزونا، الأمر الثاني لا بد أن يكون غير مصنوع، كذا يقول غير مصنوع، فالمكيل والموزون طبعا ما يتصور في المكيلات لكن يتصور في الموزونات، إذا كان مصنوعا فليس مثليا مثل الحلي. نسينا مسألة مهمة جدا في حديث فضالة بن عبيد ذكرتها الآن، وهو قضية الحلي، هل الصنعة تنقله أم لا؟ نسيت، فهذا وهي من أهم المسائل أنا ذكرتها، لكن مشكلة لعل إن شاء الله أرجع لها إن شاء الله. نبدأ بها قبل أن نبدأ الدرس.
الشرط الثالث ذكره المنقح والقاضي علاء الدين مرداوي في التنقيح أنه مما يصح السلم فيه إذا وجد ثلاث قيود فهو مثلي، فضيق المثليات، المثليات ترتب عليه أحكام كثيرة جدا. الرواية الثانية لو وسعوا المثليات فجعلوا المثلية ضابطها العرف والكلام عقلا مقبول، هذا مثل هذا 100%، يعني حتى أكبر خبير لا يكاد يجد لك فرق بين هاتين العلبتين، العلبة هي كيف تقول أنه ليس مثليا؟ فإذا أتلفت واحد أعطيه مثلا، المذهب لا، تعطيه قيمة وجوبا ولا تعطيه المثل إلا من باب الصلح. ومثل من تفريعات هذه القاعدة هنا يا شيخ، لما قال إن المثلية مردها للعرف فتدخل في المصنوعات، تدخل في المعدودات، تدخل في المذروعات، قال إذن فالمثلية عرفية، فالمثلية عرفية، فإذا تعارف الناس في أهل البلد أنهم يبيعون المطعومات وزنا فتكون المثلية بالوزن، بالوزن. لكن الآن يا شيخ مثلا نعطيك مثلا الرز، الرز يا شيخ، يعني أنا ترى أنا لا أتبنى أحد القولين وإنما يعني أشرح لك القول الثاني كيف يقول. هو يقول سؤال، هل الصاع من الرز الجيد قيمته كقيمة الصاع من الرز غير الجيد؟ خلاص. ليش؟ لأن في الزمان الأول كان التماثل بالكيل، الآن عندنا أصبح التماثل بالوزن. يعني من النكت قضية الوزن، طبعا هذه رواية قلت لك، الشيخ عبد الله بن بسام في حاشيته على عمدة الفقه قال وقد وجدت أهل الكويت يتعاملون بالوزن، فأخذ بعمل أهل الكويت في ترجيح العمل، هذا الترجيح بعمل أهل البلد، أهل عند الحنفية، عند المالكية الترجيح بعمل أهل الكوفة، عفوا الترجيح بعمل أهل المدينة، وبالترجيح بعمل أهل قرطبة، أضعف الترجيحات الترجيح بعمل أهل أشبيلية، ثم بعد 700 جاءوا هذول في اسمهم حق البلد اللي في المغرب عمل فاس، ثم جاءت عمل فاس، ثم واحد طلع لي مسألة في قضية القسمة الواجبة اللي هي عمل بلدة، ما عندهم إلا هذه المسألة عند المالكية، طبعا في تحفة الأكياس بعمل أهل فاس، فالبلدان العمل المطلق عند المالكية أكثر، فهنا استدل يعني بعمل بعض البلدان لترجيح. هو عقل مقبول ترى شيخ، كعقل مقبول، ما قبلت هند؟ إذن على المذهب، أمسك المذهب، أمسكت جادة عظيمة، بل هو قول جمهور أهل العلم. طيب لو شوف الرسول، أنا لا أتبنى، انتبهون، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، هو قال كذلك مثلا بمثل، أليس كيلو بكيلو مثل بمثل؟ فيقول دخلت فيها. فالمثلية هنا عندنا قاعدة في قضية المثلية، هل المثلية نصية أم مثلية عرفية؟ هذه القاعدة من ذكرها؟ ذكرها هذه القاعدة ذكرها أحمد البعلي في الروض الندي. يعني أنا أعدل لك القاعدة شوي ما حفظتها بالنص. يقول إن يعني هو تخرج هذه المسألة من أهم أصول، يعني يقول لك إن المثلية إنما تكون شرعية ولا تكون عرفية فيما نص الشرع عليه. طبعا هم ينصون كذا، بس الآن خليني أجيب لك القاعدة، هي موجودة في الروض الندي في باب الربا، نص عليها أظن في باب الربا، الروض الندي لأحمد البعلي أخو عبد الرحمن البعلي، الروض الندي شرح كافي المبتدي، كافي المبتدي أصل اختصره مؤلفه في أخصر المختصرات، أحسنت، على تخصصكم شيخنا. نعم سمي شيخي، أنت كان عندك سؤال تو انتهى؟ هو الكتاب هذا تسأل عن كتاب، يعني تسأل عن كتاب شيخ؟ في شيء مشايخ؟ سمي شيخي أبعدها فش يعني ثنتين، عين وذمة، صرف عين وذمة، نعم ممتاز. نعم صح، حديث ابن عمر اللي هو إذا كان هنا في البقينة، هل يدخل فيها التواطؤ قصدك؟ لا ما في، ما يدخل فيها التواطؤ، التواطؤ هو الصرف في الذمة. شو معنى الصرف في الذمة؟ لا تعرف شو معنى الصرف في الذمة يا شيخ؟ أنا أعلمك شو معنى الصرف في الذمة. الصرف في الذمة معناه أن ما في الذمة هو قبض حكمي، مو بلازم أعطيك 5 ريال تعطيني مثلا بدلها ذهب، لما كنت أقرضتك 5 ريال هذا اللي في الذمة هي حقيقتها قبض حكمي، ما في الذمة أسقطته في مقابل العوض الذي بذلته، فهو عوض.
سنتكلم عنها إن شاء الله، المفروض نتكلم عنها اليوم في حديث ابن عمر، في حديث بيع نهى عن بيع الكالة بالكالة، اللي قضية بيع الدين، اللي هو هذا اللي في الذمة، بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، هي الصورة الوحيدة التي يجوز فيها بيع الدين على المذهب. اتقلها قبل قليل، الصرف ويكون أحد العوضين في الذمة، يعني قيمة يوم. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله غدا أو الدرس القادم بإذن الله عز وجل، اللي هي قضية القبض الحكم الذي يكون في الذمة، اللي هو الدين الساقط، فإنه يجوز إسقاط الدين بشرط أن يكون بثمن حال. هي نفس المسألة ذكرتها قبل قليل، واللي الله يغفر له الشيخ يعني قد سماها بيع الصرف في الذمة، سماها كذا صرف عين وذمة، حلو التسمية، لكن صرف بالذمة خطأ تسمية كذا، صرف بالذمة، لأن صرف بالذمة ما يجوز، لكن صرف عين وذمة زين، صرف عين وذمة أجود. سمي شيخ إيه عند الاضطرار، هذه يسمونها دفع البراطيل للظلمة، بعض أهل العلم تكلم عنها كالشيخ تقي الدين، لكن جعلوا لها قيود شديدة جدا. أول شيء أن يكون الحق له، ليس حقا محتملا، حقا له مجزوم به. الأمر الثاني أن يكون حق له لا يشركه فيه غيره. الأمر الثالث أن يكون ممنوعا من الوصول له بكل طريق، فجعلوا قيود شديدة جدا. هذه ذكرها بعض أهل العلم، لما ذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي بعض من قال بها من الشافعية والحنابلة كالشيخ تقي الدين وغيره، طبعا قبل تقي الدين قالوا الناس، لكن هو شهر يعني رجل سبحان الله، بعض الناس يجعل الله عز وجل له شهرة، يعني مثل أم الأربع جعل الله لهم شهرة، قال إن هذا الكلام قد يقبل تنظيرا، ولكن عند التطبيق أغلب الناس يقول هذا حق لي ويدفع الرشوة، فيدفع الرشوة، أغلب الناس الذين يدفعون الرشوة الآن، وهذا مجرب بالأسئلة يا شيخ، يقول هذا حق لي، وبعضهم يكون طالب علم ما تعرف كلام فلان وفلان الغزالي وكلام ابن تيمية أنه يجوز، لكن في الحقيقة لو تأملت الواقعة ليس حقا له، أو حقا منشوبا، أو حقا فيه مخالفة للنظام، فليست من باب الظلم. المعقب نفس الشيء، المعقب كأنك تعطيه، كأنه وكيلك يروح يدفع يعني واحد يقول أحد التجار مشت له موضوع في أحد المناطق، فقيل له كيف مشيت لازم، قال أنا ما دفعت شيء، أنا أعطيت معقب. المعقب لو القضية تمشي زي سلام عليكم يمكن ربما يأخذ خلنا نقول 100 ريال، ولكن لأن هذا الموضوع صعب أخذ 500,000 ريال، شو يدل أن هذا عليه؟ هذا مو تعقيب، إحنا نعرف المقاصد، ولذلك يعني هذا واضح أنها رشوة، ما تجوز، ما تجوز هذه. يعني شوف ابن مسعود أليس حق له أن يدخل؟ أليس مسعود أبو عبد الرحمن بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أليس حق له أن يدخل؟ قال رشوة، رفض استنقاذ حقه. جيد، جميل، قيد حلو، قيد جميل جدا. لكن فيه مسألة، يعني أحد الأخوان في أحد البلدان قريب يقول إن عندنا في البلد ممنوع الزواج من ثانية، فجاءني شخص وقال أعطني ممنوع الزواج من ثانية، فقال أعطني مبلغ كذا لأطلع لك الإذن من زوجة الثانية، أحد الدول القريبة الخليجية، يقول أنا أبغى أتزوج الثانية، ممنوع الزوجة الثانية أبدا إلا بإذن قاضي من شروط النظام أو القانون 40 سنة كذا كذا، يقول أنا محتاج، فإما أن أدفع هذا المبلغ وإما لا أدفع، هل يجوز أم لا؟ لا أعلم. يقول أحد العلماء يقول أغبى يعني مغبون من باع دينه بدنيا، وأشد منه غبنا من باع دينه بدنيا غيره. الإثم عليك، وذاك هو اللي تزوج وأخذ الفلوس وأخذ كل شيء، وأنت ما عليك إلا الإثم، بعت دينك بدنيا غيرك. يعني لو تفتي لنفسك يعني على الأقل اشتريت دنياك أنت، لا اشتريت لا دنياك ولا دنيا. نعم، سم شيخ قاتل. أول شيء إذا كانت منصوصة انتهينا، انحلت المشكلة. الأمر الثاني إذا كانت عرفية قد يتساهل فيها، مثل الشغلات البسيطة جدا معفو عنها، زي ما تقول موية وشغلات بسيطة، هذه كل الناس يعني أعرف بعض الأشياء هذه الأذية أصل لها الثالثة، قد يتساهل فيها. النوع الثالث إذا كانت لها قيمة، أحيانا يعطيه سيارة، أحيانا يعطيه أشياء خاصة إذا كبرت. نقف أول شيء نقول إذا كانت أول شيء يعني كان الشخص هذا الشخص الموظف على رواية ابن رجب أو رأي ابن رجب، إذا كان نائبا عن جهة حكومية فإنه لا يجوز مطلقا لأنه غلول، وأما إن كان ليس نائبا عن جهة حكومية فهنا يعني يتعلق بالأمانة وعدم يجوز أن يقبل هدية بشرط أن لا يخل بالأمانة، لكن إذا كان نائبا عن جهة حكومية فلا يجوز له مطلقا، هدايا العمال غلول،
يعني مثلا فتش بلدية هدية، الشيء البسيط واحد أعطاه مويه دخل على المحل أعطاه مويه، هذه عادية قد يتجاوز فيها، قد يتجاوز فيها الورع كمال الامتناع. لكن جاء وأنا مفتش بلدية قال خذ هذه الهدية بقيمة 5,000 2,000 ريال، ليش تعطني؟ هل جلس في بيتي أبيه وأمه؟ طيب لو كان هذا المفتش ليس مفتش بلدي، مفتش قطاع خاص، الإخلال أخف لأنه يتعلق بالأمانة، هو متعلق بأمانة. أنا نائب عن شركة معينة، لم أغش في مواصفات، لم أغير شيء، هنا يتعلق بالأمان. لكن أول يتعلق بيت المال، عامل، العامل أخطر، الموظف العام أخطر. للأسف لما لم تطبق هذه الأمور أصبح الترهل في الجهاز الحكومي، أصبح الفساد في الجهاز الحكومي أكثر من القطاع الخاص. فإذا أردت لجهاز حكومي أن ينجح قد يدار بإدارة القطاع الخاص. السبب أن الناس يظنون أن العكس، مدام في الجهاز الحكومي كل شيء يجوز لك أن تأكله، لكنها مرضها نائب عن لا تصل، حسب ما أعرف من الشباب أنها قد تصل إلى يعني أجهزة كمبيوتر هدايا، وقد تصل إلى النثريات العرفية، هذه سهلة، الأكل والشرب أظنها سهل جدا، النثريات المعتادة. لكن الخارج عن العادة هو غير مقبول، ما يجوز تأخذ ريال واحد، حتى المدرس إذا جاء طالب إلا الأشياء السهل موية أو ريال، هذا أمرها سهل، أو هذه نص بعد 100 ريال، حتى لو سمح خذ من سمح لك مديرك لو كنت في قطاع خاص، قطاع عام ما يجوز أن تأخذ هدايا عمال غلول. نائب عمر رضي الله عنه وهو أبو هريرة، من هو عاقبه عمر بأن أخذ نصف ماله؟ يعني هذه الثقافة يجب أنها تنتشر وهي الأصل. ها عمر نصف مال أبي هريرة لما كان واليا على عمان، لما وجد معه مال شك باب الشبهة قال نصف مالك آخذه سمشي لبيت من المسلمين الأق، إذا كان مقابل مال نعم، إذا كان بدون مال ترجيح، يعني رجح أن هذا أحق فقدمه بدون مال، بدون ترجيح، بدون مال يعني خلاص أنا أرى أن هذا أحق في التقديم من فلان، يجوز وإن كان بالترتيب، لكن أرى أن هذا أحق يجوز، أو بجاه يجوز، بس بجاه يعني ليس فيه اقتطاع، ما في ظلم للآخر، ما في ظلم للآخر، ما في شكل، على حسب إن كان فيها ظلم ما يجوز، لكن أحيانا قد يكون تقديم لا ظلم فيه، الجاه من يسبب الظلم، لأن الشفاعة يعني قد تكون شفاعة حسنة وقد تكون شفاعة سيئة. هل شفاعة سيئة ظلمت ذاك الذي أخرته في الدور مثلا، لكن مثل 5 دقائق 7 دقائق ما أظن أنها، يعني الموظف عندها 4 معاملات فشاف واحد كبير في السن قدمها قبل الأخير ما في ضرر، أو جاءه شخص قال هذا يعني أريد أن يعني تمشيه فمشيه جعله الأول، 5 دقائق 10 دقائق ما تضر. ونحن إذا قلنا إن الشفاعة لا يؤخذ عليها الأجرة ولا تجوز عليها المعاوضة مطلقا، صدقني لن يشفع أحد إلا أن يكون قريبه أو أن يكون مستحقا فقط، كثرة الشفاعات وسط هذه ستذهب، ستذهب، لأن أنا أشفع لك لكي تشفع لي فهي مجرد علاقات، فهي مبادرة ما يصح، أشفع لك لأنك مستحق أو فيه معنى اجتماعي قريب بيني وبينك، ولك سيذهب صور كثيرة جدا من صور الفساد. التورق المنظم الآن تسويه كل البنوك، صدر فتوى بتحريمها، تعمله كل البنوك، أنا شوي تعبت، تبي أنت كم؟ تبي 100,000 ريال، تروح البنك سين من البنوك تقول له أريد 100,000 ريال، يقولون خلاص تعال وقع على ورقة أنك اشتريت منا البضاعة الفلانية، قد تكون موجودة غير موجودة لا أعلم، لكن خلنا نقول موجودة، أحسن الصور أنها موجودة، وقعت على ورقة أنك اشتريت منا هذه البضاعة ب150,000 تسددها بالطريقة الفلانية، خلاص طيب تعال خذ الورقة الثانية، ورقتين وانجاز على الطاولة، الورقة الثانية مكتوب لا وكلنا أننا نبيع تلك البضاعة، وكلتكم بأن تبيعوا تلك البضاعة بمبلغ 100,000 ريال. طيب الدعاية كانت دعاية قبل سنة، خذ قرضك خلال نصف ساعة، سؤال ما هي البضاعة التي تشترى وتباع في نصف ساعة؟ اسأل أكبر تاجر حديد، أكبر تاجر شعير، هذه بضائعهم، لا يمكن أن يصرف هذه الأطنان في نصف ساعة، إذن حقيقة لا بيع حق، لا هو بيع حقيقي
ولا شراء حقيقي، هذا إذا كانت البضاعة حقيقية موجودة. ناهيك عن الأسعار إن كانت حقيقية أم لا، فالنحين أحيانا أسعار شكلية لأن السلعة هي موجودة. تبغى تروح شوف، روح أنت الرياض تروح المصنع في المستودع في جدة عشان تخسر 1000 ريال رايح جاي بس مجرد تشوف تقول لا لا واثق بكم. وذلك صدرت قرار مجمعين ليس مجمعا واحدا أن التورق المنظم ما يجوز. الأسهم أسهل شوي لكن فيها مشكلة في القبض الأول، فيها مشكلة غير هذا المشكلة. الأسهم أنت تتولى بيعها، الأسهم تدخل في محفظتك فتتولى بيعها، أنت تتولى البيع، هذه أسهل. لكن في مشكلة أخرى في الأسهم، كيف باعوك الأسهم؟ النظام مؤسسة السوق المالية في السعودية ممنوع انتقال الأسهم من محفظة إلى محفظة. طيب ماذا يفعلون؟ يجي البنك نفس الشيء، أنا أبغى 100 سأسدده 150، يفعل البنك ماذا؟ يجعل في محفظتي التي هي باسمي 100,000، ثم يأتي الموظف في المحفظة التي هي لي ويسوي أمر شراء أسهم ب100,000، يقول يلا وضعنا لك أسهم ب100,000 تبغى تبيع بيع. هم في الحقيقة وضعوا، أن تقول ألم تقل إن المحفظة هي قبض؟ طيب هم وضعوا في محفظتك 100,000، يعني أعطوك 100,000 وحسبوها عليك 150، ففيها مشكلة من هذه الجهة. لو كان في تناقل في الأسهم بين المحافظ نحل إشكال، بس سوق الأوراق المالية عندنا الأوراق التجارية والمالية أيضا كلاهما يمنع التناقل بين المحافظ، لابد أن يكون كل التناقل عن طريق مؤسسة عن طريق السوق إلا الصفقات الضخمة، مثل الصفقة للبنك الأمريكي لما سيتي بنك باع جزء من أسهمه لنفس البنك، يعني المستثمر يأخذ هذه الصفقات خارج السوق نادرة جدا. هذه عقبة ليست بالسهلة، هذه عقبة كبيرة جدا صح. بس يقولك أن العرف ما يكون مثليا في زماننا لا يكون مثليا في الزمان الذي قبلنا. المصنوعات في الزمان الأول مثلا ليست مثلية، في زمان الآن مثلية، الآن العرف يدل على المثلية. الصناع، بعض الصناع، الصنعات اليدوية، بعض الصناع يضبط الصنعة فتكون شبه مثلية، بعض الصناع لا يضبط الصنعة إذا ليس مثلية. القماش، بعض القماش جودته متفقة فنقول إنه مثلي، بعض فرجعناه إلى عرفنا، هل هو مثلي أم ليس مثلي، فنحن أرجعناه إلى قضية عرف الناس. المعاملات يا شيخ هو سهل جدا، الصعوبة كلها في الربا. المعاملة ترجع إلى منهيين أو ثلاثة أربعة مناهي، المستحق هذا واضح جدا، وأحكام المستحق، وأغلب أحكام المستحق تذكر في باب الغصب. النوع الثاني المنهي عنه بذاته، الكلب، الخنزير، النجس، هذه شغلات، الخمر، الخنزير، المعازل، هذه سهلة. الأمر الثالث الغرر، والغرر قسمان قليل وكثير، ويبقى قضية كيف تفرق بين القليل والكثير. والغرر يكون في الشرط ويكون في العقد في الثمن، وقد يكون في المثمن، وقد يكون في الأجل، وهكذا كما ذكر قال عبد الوهاب، ذكر 7 صور، هذه 4 باقي 3. فهو سهل، الصعوبة كلها في الربا. لذلك ايش قال عمر؟ قال ما تدري صلى الله عليه وسلم في نفسي مسألتان أو 3 أود أن يعني زادنا فيها بيانا عليه الصلاة والسلام، ففيها دقة. ولو أردت أن تقرأ الفقه الباب الربا على جميع المذاهب كما هي الدراسات المعاصرة سينقلب رأسك، فيها خلاف يصل للتناقض، وهذا يعد لك عجل وأضع ربا، وهذا يقول يجوز، شوف ربا وهذا يجوز، هذاك عده ربا الحطيطة أو سمي الشافعي الحطيطة لأنه عجل وأضع ربا، ففيها تعارض كبير جدا. فالطريقة ما هي؟ أن تبدأ بقول ثم قول لما شينا فيه، المذهب والرواية الثانية. صدقني إن ضبطت هذا المذهب والرواية الثانية في باب الربا، المذاهب الأخرى يعني بس حور شوي، عدل شوي، غير شوي، فينتهي الخلاف. بس أنت ابدأ بدرجة درجة. خطأ الأخوان في هذا الزمان أنهم أصبحوا يأخذون العلم، خلنا نقول من نهاياته، يأخذوا من الكتب مباشرة. يعني بعض الناس حتى يفهم مذهب المالكية غلط، مذهب الحنفية غلط، مذهب الحنابلة غلط، فهم كلام شيخ الإسلام في ذات البيوع ما أكثر ما فهم كلامه غلطا، لأن صاحبه قرأه مجردا، فتح كتاب قرأ 5 أسطر أو صفحتين، ما قرأ تفكير هذا المذهب أو تفكير هذا الرجل من أول الباب إلى منتهى. إحنا ما قلنا في المثلية شوف شلون انتقلنا إلى 5 مسائل متشابهة أو 4، لابد أنك تقرأ يعني هذه المدرسة. وذلك لما قيل إن المدارس الفقهية لا يجوز الخروج عن المذهب الأربعة صدقوا، لأنها حررت، وضح المقصود. كثير من الناس يخون العبارة، يعني الرواية الثانية في المذهب ليست ابن تيمية وحده،
ابن تيمية، ابن القيم، ابن مفلح، طبعا هذا تقسيم من عندي ولكنه متقارب المنهج، الزركشي، هؤلاء تفكير ابن قاضي جبل، هؤلاء يعني مجموعة لهم مدارسهم وتلاميذتهم، كل واحد ينقل رأي الثاني ويحرره ويبينه، أصبحت مدرسة الرواية الثانية. فلا نقول إنه شخص، ولكن نسب لهذا الشخص لمكانته وذكائه وفطنته، وهو الشيخ تقي الدين. ولذلك ابن قاضي الجبل يعبر بلفظة المختار، ويقصد بها ما اختاره الشيخ تقي الدين، ويقصد أحيانا ما يختاره هو. فكلمة المختار تدل على هذه المدرسة كاملة. وكتاب الفائق لو وجد، الشيخ عمر كان يبحث عنه، لو وجد يعني كان شيء عظيم، لكن ما أدري، يمكن أحيانا تسمع بالكتاب خير من أن ترى. كان بعض مشايختنا يقول هذا الكتاب أتمنى أن أرى، أتمنى أن أرى، فلما رآه وجده يقول أقل مما أرجو، مثل حاشية بن قايد، يقول نسمع بن قايد بن قايد بن قايد، يقول لما وجدناه إذا هو حاشية مختصرة ليست كبيرة، ومثل محمد الخلوتي لكنها مليئة مليئة. سمشيخ البيع سهل، ما يبيلها شيء. هو أغلب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صور، من حيث التقعيد سهل التقعيد جدا جدا، يعني تستطيع، أنا أستطيع الآن أقول لك، أستطيع أن تقول البيوع حلال إلا الحرام، وهي الأمور الأربعة. أستطيع أن ألخص لك المحرمات في البيوع في صفحتين أنتهي، ستكون متنا دقيقا. ما الذي كثر العلم صعبة؟ خوض الجاهلين، كما قال ابن عمر علي رضي الله عنه. كثرة الخلاف هذا يا شيخ يبلبل الذهن، يبلبل الذهن. ثم توليد المسائل، الصور المولدة هذه مزيفة. البيوع سهل جدا 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 جدا، بس أنت اعرف القاعدة، اضبط القاعدة، تطبيقها سهل جدا. بس مشكلة هذه القاعدة أحيانا قد تكون فيها مشقة على الناس، صح؟ بعض القواعد التي يمشي عليها الجمهور في الربا فيها حرج ما تتصور، فيها حرج يا شيخ. وذلك يعني حقيقة الرواية الثانية فيها تسهيل على الناس ليس بالسهل. كان بودي نتكلم عن بيع المصنوع، وهي مسألة مهمة جدا إن شاء الله ما أنسى اللي قلنا قبل شو نسيته حق حيث فضال ذكرت مع سؤال الشيخ، لكن إن شاء الله ما أنسى الأسبوع القادم أو بعد الأسبوع القادم. ما في طبعا إجازة الأسبوع القادم، إجازة للطلبة. عندك إجازة عبد الرحمن؟ تبغون نجي؟ أنا جاي، أنا ما عندي شيء، أنا في الرياض لن أخرج، لكن أظن الشيخ عبد الله سافر والإخوان، نجعل الأسبوع بعد القادم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب أنا أستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.